يستطيعون صنع المعجزات ومن الإعاقة حياة، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وينجحون ويصلون المستويات العليا في الدنيا. في بداية العام الدراسي تبدأ مرحلة اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة بالتعاون مع جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة، يقومون أمسية فنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. بس مع الأسف الحقيقة المدرية جباتي اللي هي قال لك نائب بن محمود اسماعيل بكرة، طبعا دايقونا من الدقام شلوية دصالة حفتي وششادية بهوايتها بس هلا دربك كل وقت هوايتك شخور بتشوكاني بو طبعا حسكنك مجير هبو او حسكنا هانجي وقت دي قابا قولاو ودي قابا قو حجة بدوتكن تدي قبل الزرقاء وبقاتب مجيء كتشا غير مزقد قل دربك وبقاتب وكيف عم قلقي جردات. أنا هنا أحمد مديرة جمعية سفراء لأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الجمعية شكلت من قبل أشخاص ذوي الإعاقة من إعاقات ومكونات مختلفة، نعمل بشمال شرق سوريا. طبعا هدفنا ندمج أشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع من الناحية البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، ويكونوا صارعي القرار بهالمجتمع، لأنه هالفئة عم تعاني من حوائق كثيرة بالمجتمع من جميع النواحي. لهيك قمنا بتشكيل هالجمعية، واليوم فعالية اليوم اللي شاركنا فيها نحن واتحاد المثقفين بمناسبة يوم العالم لذوي الإعاقة. الفعالية هي عرض لمسلح لتوعية المجتمع، كمان فيديوهات تعبر عن أشخاص ذوي الإعاقة، معرض صغير لأعمال أشخاص ذوي الإعاقة، قصص نجاح كمان لأشخاص ذوي الإعاقة. ناوي من هوزان سيطاها عثمانة از جقا مشلومة از خوشی کسی پیدوین تایبتم دساری داد خوازم سپاسیا جمعیه سفرا جبو کسی پیوستین تایبت با آلیکاریا یکیتیا روشن بیرا بکم گو اف درفت دانما و ببونه سالا کسین پیوستیان تایبت التوی وان کسایتا از پیروز دکم و از سپاسیا قناله ودنگ جی دکم گو اف درفت دانما